ان النظام السياسي في ليبيا هو نظام سلطة الشعب الذي يمارسه كل الليبيين رجالا ونساء في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وهذا النظام البديع من المستحيل الإطاحة به. كيف يطاح بنظام متجسد في كل المواطنين الذين هم بالملايين؟ أما التشدق بالإطاحة بنظام الجزافي هذا مدعاة للضحك ومدعاة للسخرية بأصحابه، فليس للجزافي نظام سياسي حتى يمكن الإطاحة به. فالجزافي خارج السلطة منذ عام 1977 عندما سلم السلطة للشعب أمام العالم وقامت الجماهيرية، أي دولة الجماهير. ويكفي أنه عندما اجتمعت أكثر من 2000 قبيلة عبر شيوخها وزعمائها وأعلنت للعالم أن الشعب الليبي المتكون من هذه القبائل لا يمثله أحد، ردا على ادعاء دول الناتو وعملائها أن مجلسا انتقاليا في بنغازي يمثل الشعب، فردت قبائل الشعب الليبي كلها عبر ملتقاها العام لألفي قبيلة بأن الشعب الليبي موجود ولا يمثله أحد. إذن لا شرعية إلا لسلطة الشعب، لا شرعية إلا للمؤتمرات الشعبية الأساسية التي في عضويتها كل أفراد الشعب الليبي رجالا ونساء، وما عدا ذلك فهو باطل وغير شرعي ولن يجد أرضا يقف عليها، وسلطة الشعب دونها الموت. هذا ما قاله الليبيون وها هم يموتون دون سلطة الشعب الآن. فلا تفرحوا ولا تصدقوا بأن هناك نظاما أطيح به وهناك نظام فرض على الشعب الليبي بالقصف الجوي والبحري. هذه مهزلة شرعيتها معلقة في الجو مع قنابل طائرات الناتو التي لن تدوم.